قالت وزارة الداخلية المصرية إن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما أطلق مسلحان مجهولان النار على سيارة لنقل السجناء في محافظة الفيوم جنوبي القاهرة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن السيارة كانت تنقل سجينين مفرج عنهما من محافظة الوادي الجديد بجنوب البلاد إلى القاهرة عندما أطلق المسلحان النار على القوة الأمنية التي تحرسهما. وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات الهجوم فيما لم تدلي بأي تفاصيل حول مصير السجينين اللذين كانا في السيارة.